مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلا نيدو. عندنا كوبين حليب، 4 معالق طعام سكر، 3 معالق طعام نشا، 2 ملاعق طعام كاكاو، 2 ملاعق طعام حليب نيدو وبسكوت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط كوب حليب، بسم الله، 2 ملاعق طعام سكر، 1.5 ملعقة طعام نشا، 1 ملعقة كاكاو. بحركهم مع بعض على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بدنا نعمل اللون الابيض. حط الحليب، كمان 2 ملاعق طعام سكر، 1.5 ملعقة نشا، وبحركهم على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج الابيض بهيدا الشكل كمان، هلا لنبلش نحطهم بالصينية. بحط طبقة بالصينية من البسكوت، حط طبقة من اللون الأبيض، بقسمهم على النص تقريبا. حلو، كتير سهلة وسريعة. هلا على الطبقة البيضاء برش شي خفيف من الكاكاو، بحط بسكوت كمان، وبحط من طبقة الشوكولا كمان تقريبا، بحاول حط النص، مدن على البسكوت، برش حليب نيدو على الكاكاو. بنحط كمان طبقة بسكوت، بحط الطبقة البيضاء كمان، بحط البسكوت اللي باقي عندي، برش حليب نيدو على هول. هلا بحطها بالبراد اقلها شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد. عندي فستق حلبي، بدي زينها كمان بالفستق الحلبي بهيدا الشكل. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، شكلها كتير حلو. هيدي حلا النيدو اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.